السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، الفيديو اليوم رح نحكي فيه عن شيء اسمه تطوع. كيف يعني شيء اسمه تطوع؟ يعني لعل وعسى الواحد يكون في له فرصة بهذا الوقت أنه يطلع كمتطوع على بلاد مثلا مثل أمريكا، ألمانيا، هنغاريا. هلا بورجيكم اللائحة تبع البلاد يلي موجودة إذا الواحد حابب إنه يطلع متطوع. الفكرة من هذا الموقع بصراحة، أنا بصراحة ما جربته عشان الناس ما تقلي، بس أنا ما جربته، بس في حدا من أشخاص أنا بعرفهم جرب هذا الموقع وفات عليه وصحت له فرصة إنه يطلع متطوع على البلد يلي هو كان بده يطلع عليها مثلا، يلي هي مثل ألمانيا. هذا الفيديو اليوم رح اشرح فيه انا عن طريقة انك انت تفوت وانت تجتهد، مثل بيقولوا لكل مجتهد نصيب بهذا الزمان. فانت بتفوت، انا بعطيك هلا الخطوات الاولى انك كيف تقدر تفوت على هذا الموقع وكيف انك تقدر تفوت وتشوف شو طريقة التسجيل وكيف رح تعيش اذا انت طلعت عن طريق هذا التطوع وشو الشغل اللي بدك تشتغله إذا أنت بدك تطلع تطوع. طبعا في بلاد كتير موجودة مثل ما قلت لكم، هي كندا، أمريكا، ألمانيا، إيطاليا، حورجيكم هلأ بالفيديو. فأنتوا بتفوتوا بقى وبتجتهدوا مثل ما بنقول، يعني عرفتوا، بتشوفوا ما بتعرفوا شو رب العالمين بيسر لكم، ممكن تصحوا لكم فرصة أنه تطلعوا تطوع، وبنفس الوقت أنكم بعد ما تخلصوا فترة التطوع بإمكانكم أنكم تضلوا بالبلد اللي أنتوا طلعتوا عليه تطوع، وبنفس الوقت تكونوا انتوا ريحتوا حالكم موضوع السفر بالتهريب والبحر والخطر والامور هي كلياتها، وتجربوا اموركم. هو هلا بصراحه انا مشان اكون صريح معكم، الموقع بحاجه يعني انه اشخاص يكون عندهم المام بدخول على الانترنت ولحتى يشوفوا الشروط وشو الاوراق المطلوبه لحتى يقدروا انه يتواصلوا مع الشركه او خلينا نقول المنظمة اللي بدهم يطلعوا عن طريقها يكونوا هن متطوعين. فراح اشرح لكم بهذا الفيديو كيف تحسنوا تفوتوا على هذا الموقع وانتم بتشوفوا الخيارات يلي بتشوفوها واللي بتناسبكم، وان شاء الله الله يوفق الجميع ويختار الخير للجميع باذن الله. حبايبي يلي عم يشوف الفيديو الجديد عندي بالقناة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتدعمونا لحتى نكبر بوجودكم اكثر واكثر. يلا خلينا نبلش. تمام يا جماعه، هلا اتفرجوا. اول شغله للناس يلي ما عندها كتير المام باللغه وما عندها فكره باللغه كتير، اول شغله لازم تسووها انكم تنزلوا هذا البرنامج اللي هو اسمه ترجمه، او بيكون اسمه ترانسليتر، او بيكون اسمه اوبازيتسا اللي هو بالالماني اوبازيتسا، او بالعربي مكتوب ترجمه ليكو جوجل، ترجمه جوجل، او بالانجليزي اللي هو ترانسليتر. بتفوتوا انتم هون على متجر بلاي، بتحطوا انتم جوجل وبينزل بيطلع لكم البرنامج، بتنزلوه عندكم بالجهاز. وهلا بقول لكم شو الفائده تبعه. الفائده تبعه من هذا البرنامج انه انتم اللي ما عنده لغه بامكانه يفوت على هذا الموقع ويترجم كل صفحه، بيترجم له اياها بالعربي او للغه اللي هو بده اياها مشان يفهم ويعرف شو عم بيشوف وشو عم بيصير. طيب هلا الموقع ليكو اسمه storno2day.com، بتحطوا على جوجل هيك انتو وبيطلعكم هدول الخيارات. في كتير مواقع عم مكتوب فيها انه نحنا منساعدك انك تسجل وما الامور هاي، لا نحنا ما بدنا، مندور على هي، ننزل لتحت مندور على الموقع الرئيسي تبع هاد البرنامج. الموقع الرئيسي ليكو اللي هو هاد، شايفينه؟ احفظوا اشارته مظبوط. وبالاضافة انا رح احط لكم رابط الموقع هاد عندي بالوصف، بتحطوا تحت كلمة المزيد، في عندكم هون عند كلمة اللايك في كلمة اسم المزيد، بتضغطوا عليها بتنزلوا جوا بتلاقوا الرابط تبع الموقع رح اشرح لكم هلا عليه. فبنضغط احنا على هي هلا اللي هو الموقع الرئيسي، بيقوم بيطلع لنا هي الصفحة، بنقول له هون اشارة الاكس من ايما. تفرجوا هلا نحن شو الفائدة من المترجم اللي قلتلكم نزلوه. بس تفتحوا الصفحة انتو هون بتلاقوا الصفحة مكتوبة كلها يا بالانجليزي يا بالالماني يا باي لغة تانية. فنحن علينا انه نضغط على ثلاث نقاط اللي موجودين هون، بعدين بنقول له ترجمة،
تفرجوا هون ترجم لي الموجود عندي بالموقع للغة العربية مشان يسهل علي الموضوع. هلأ تفرجوا شو مكتوب عندي هون، فرصة عمل نجار في كندا. يعني إذا كان واحد نجار وحابب أنه يطلع على كندا، بيفوت على كندا بيشوف شو الشروط المطلوبة وبيشوف شو الله بييسر له. تفرجوا عنا الفرصة الثانية، تطوع في المجر اللي هي بهنغاريا أو ببلغاريا. عنا هون منحة الحكومية الإيطالية للطلاب الدوليين، يعني تفرجوا كمان هون عنا منحة لإيطاليا. عنا هون فرص عمل لعمال البناء في كندا، اللي عنده خبرة بالبناء عنده لغة كذا، طالبين عمال على كندا. عنا هون برنامج منحة أنسي سايروس للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، كمان ممكن تقدموا على منحة للناس اللي دارسة وعندها فرصة انه تطلع على أمريكا عن طريق هي المنظمة. فرصة تطوع في مزرعة إسبانية، طالبين ناس بمزرعة إسبانية وعم يقولوا لكم كمان تاخد راتب شهري. عنا هون منحة جامعة بتركيا مثل ما كون شايفين. يعني هذا الموقع بيتضمن انك تطوع او تلاقي شغل، تطلع عقد عمل او تروح دراسة، او مثل ما كون شايفين انتو الخيارات اللي موجودة عنا كتير. يعني انتو كل فترة بتفوتوا على هذا الموقع بتلاقون نزلين شغلات جديدة. فتفرجوا عنا هون مثلا فرصة تطوع في ألمانيا للناس اللي حابة تطلع على ألمانيا مثلا. نحن خلينا نفوت مثلا على هاي فرصة تطوع بألمانيا لنشوف شو موجود فيها، بحكم انه انا موجود بألمانيا. نفوت عليها هاي، بوم يفتح لنا هاي الصفحة. بعد ما يفتح لنا هاي الصفحة كمان بنرجع بنقول له هون ترجمة مشان نفهم شو عم بيصير هون. مثل ما كون شايفين تفرجوا شو عطاني هون، عم يقول لي انه هن بحاجة متطوعين للدولة، حاطين لك هون تفرجوا ألمانيا، حاطين لك المدينة بفرانكفورت وحاطين لك المكان اللي انت لازم انك تقدم فيه. هلا هون بيحطوا لك هن كل شيء، معلومات عن هذا الموضوع. حاطين لك هون الدافع للعمل مع اطفال، معناتها هون عنا طالبين ناس متطوعين يطلعوا يشتغلوا بروضة مع اطفال. فهون حاطين لك انه شو المطلوب منك، وتحت حاطين لك هون الدول المؤهلة انك تقدم هذا الطلب ما لنا فيها. هون شارحين لك انت اذا قدمت على هاي المنحة او التطوع، حاطين لك انه شو بيعطوك. بيعطوك راتب شهري، طبعا حيكون الراتب قليل جدا لانه تطوع. اللي عم يقدم على عمل عقد عمل غير اللي طالع تطوع، تطوع بيجي راتبه كتير قليل. فعم يقول لك هون انه راتب شهري، اقامة مجانية بيأملوا لك هن الاقامة، الوجبات المتقدمة طبعا بيعطوك فطور وغدا وعشاء، الغطاء التأمين الصحي متكفلين هن انه يدفعوا لك التأمين الصحي لك، يكون عندك تأمين صحي مشان اذا واحد مرض، تعويض نفقات السفر هن بيدفعوا لك تكاليف السفر. وهون عندك خطاب دعم للحصول على تأشيرة شنغن، يعني بيبعتوا لك خطاب انك انت تقدم على فيزا شنغن، وبنفس الوقت بيكونوا كاتبين بهذا الخطاب انه نحن بحاجة هذا الشخص لانه هو طالع لعنا تطوع بلا 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 الى اخره. فهون حاطين لك المعلومات. عندك المستندات المطلوبة، سيرة ذاتية، كل واحد لازم يكون محضر سيرة ذاتية، شو اللي خبرات اللي عنده، شو الامور اللي عنده، وخطاب النوايا. هذا هن بقى بيشرحوا لك شو لازم انت تبعت لهم. كيفية التقديم، عم يقول لك هون قدم الآن مثل ما كنتم شايفين قدم الآن، فيك انك تفوت وتقدم الآن. وكاتبين لك هون الموعد النهائي لتقديم الطلب، الموعد النهائي لتقديم الطلب اللي هو 31 مايو اللي هو شهر 5 2024. للأسف راح الموعد، يعني بيقدم طلب بهذا العرض اللي هون راح. فأنتوا وبتفوتوا على أي عرض من العروض الموجودة دغري نزلوا لتحت وقروا إنه إمتى الموعد النهائي لتقديم الطلب، مشان أنتوا ما تعذبوا حالكم وتشوفوا الأمور كلياتها هاي. فنحن هلا مثلا يعني حاعطيكم مثال، أنا نحن مثلا بدنا نقدم، حنقول له هون قدم الآن لنشوف بس شو بيعطينا، يعني شو اللي موجود. كمان بنقول له هون ترجمة مشان نفهم الأمور اللي عم تصير. تفرجوا شايفين هون كاتبينكم هون العمل تطوعي في روضة أطفال على الحدود الألمانية البولندية مثل ما كنتم شايفين. يعني كانت الفرصة أن الناس اللي تطلع على الشغل والتطوع بهي الروضة، وطالبين 4 أشخاص، هن طالبين 4 ليكم. سنستضيف ضمن هذا النشاط 4 متطوعين، يعني كانوا عاطين معلومات أنه شو
الشغلات اللي حت انت تاخذها بهذا العرض. كاتبين لك هون سيتم اقامتك في غرفه مفرده مع حمام مشترك ومطبخ مشترك، يعني كانوا راح يسكنوك بغرفه لحالك بس المطبخ والحمام مشترك. وهي مثل ما كنتوا شايفين هون المعلومات كلها موجوده. وكاتبين لك هون انه في لك راتب شهري، الراتب انا راح اختصر قدر الامكان عشان ما تملوا. الراتب الشهري كاتبين لك هون 642 يورو شهريا، يعني راتب ضئيل جدا جدا جدا، بس هن بيعطوك هذا الراتب انه انت مشان تصرف، اذا بدك تصرف انت شيء، بدك تشتري شيء كذا، لانه انت طالع تطوع ما عم تاخذ راتب. وبنفس الوقت هن حاسبين انه هن عم يعطوك اكل وشرب ومنامه وسكر، فانت مالك متعرف على شيء، بس انه هذا المصاري عم تاخده اللي هو مصروف، انه مصروف الجيب يعني مثل ما بيقولوا. بالاضافه عم لكم انه تذكره شهريه للمواصلات، بيعطوك كمان تذكره شهريه انك تروح تتفتل فيها بمكان اللي انت موجود فيه. عنا هون شغلة كاتبين لك معلومات انه شو شغلتك رح تكون موجودة بهذا المكان اللي انت حتروح عليه. كاتبين لك هون يعني الافضل انه المتطوع يكون عنده اللغة الالمانية عشان ما يتعذبوا بقصة انه يروح يسجلوه ويتعلم لغة المانية ويشتغل معهم ويكون في صعوبة بالتواصل. فطبعا هن يعني اذا انت ما عندك لغة المانية هن بيسجلوك وبيعملوا لك تسجيل انه تعمل انت دورة باللغة الالمانية. هلا شغلة كتير مهمة كمان هون مشان تعرف انت انه قديش رح تضلك محول لهدول الجماعة عم تشتغل. كاتبين لك هون باجمالي 52 اسبوع، يعني انت رح تتطوع محول 52 اسبوع. الفترة حتكون من 1/9/2024 ل 31/8/2025، هي الفترة تبعك اللي انت رح تشتغل فيها محول. طبعا انت بعد ما تخلص تطوع بإمكانك أنت بقى بهالفترة تكون مدور على شغل، ملاقي شغل، مشان بس تخلص التطوع تعمل عقد عمل وبتضلك بقى موجود بالبلد اللي أنت طلعت عليها. عرفتوا كيف؟ فيا جماعة هي فكرة عطيتكم أنا فكرة سريعة عن الموقع مشان أنتوا تعرفوا كيف تتعاملوا معه وكيف أنكم تشوفوا الفرصة المناسبة لكم. هذا الموقع أظن أنه جيد، أنا مثل ما قلت لكم أنا بصراحة ما عندي تجربة خاصة فيه، بس شخص قال لي انه موقع جيد مقبول، ممكن انه الواحد تزبط معه ويطلع عن طريق هذا الموقع. ومثل ما كنتم شايفين مثل ما حكينا طالبين انه بدهم موظفين او تطوع او دراسة او 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 الى اخره. حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله اكون فدتكم بالمعلومات، وبتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، والناس كلها تحسن انه يكون عندها فرصة انه تطلع على البلد اللي هي حابة تطلع عليه. حبايبي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتدعمونا لحتى نكبر بوجودكم أكثر وأكثر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.